فارت عشنا فيه برشا أحداث لكن للأسف معناتها حدث إسقاط الحكومة غط على برشا أحداث ما سمعناش بها معنا مواطن كان سمعته بالخبر متاع معناتها المواطن لقاء الفار في في الدبوزه ها معنا المواطن يرحم بيك يرحم بيك راهو جربوا جربوه قد هكا وتقول لي فار ما يجيش من عاد ما كيف كيف جربوها ولا فار معناتها انت, انت سيادتك المواطن اللي لقيت خلينا نفهموا الراي العام اللي لقيت فار في دبوزه زيت حاكم صحيح انا راهو صحيح انا هو المواطن اللي لقيت الفار في دبوزه الحاكم وبشكون في بالكم مش كان انا زاد حتى اختي تلقى فار في نص خبزه باقيت اختك ساره اللي لقات الفار في نص خبزه باقيت اي اختي اللي لقات الفار في نص خبزه بقيت نفس الفار ولا والله ما نعرفوش الفار كاين من الخبز نقز للزيت ولا من الزيت نقز للخبز ما تو متاكدين ما عندنا حتى معلومه باش ما نغلطوش الراي العام ونغلط العبي يا نفت الفار يا كل فار وحده الحق نتاع ربي معناتها هي اختك لل... معناتها اختك هي اللي لقات الفار في يا ودي اسمع حاجه كاي اختي هي اللي لقات الفار في نص بقيت تو جيت تعطيكم هي التوضيح بالتفصيل كيفاش لقيتها تو ناديها يا منصوره منصورة باين باين باي ما غير ما تناداها ما غير ما تناداها معناتها انت سيادتك خلينا معك انت معناتها انت لقيت الفار معناتها اي خلينا نكملك عاد الحداثة هي صحيح لقيت الفار واختي زاد لقت نفس الفار ولا ماهوش نفس الفار حتى المرة نتاعي راهي المرة اللي فاتت تلقى حشيك في حقة ماتم ولدي زاد زاد ما سلمش يلقى في حقة معجول بعد حتى من النوم المرة اللي فاتت تلقى حنش في كارت السميد مش تكسكس معناتها ما شاء الله عائله كامله معناتها تقريبا مغرومه بالحيوانات والله تنجم تقول الحيوانات هي المغرومه بينا باي خلينا في الفار اللي لقيتو انت معناتها انت معناتها لو تحكينا كيفاش لقيت الفار في دبوست الزيت راه مش اول مره انا يعني نلقى فار رو صارت لي هذه حتى مده عامين تو نلقى فار في كعبه قدم تاعي ترى ونص انا الفيران قاعده تترقص علي معناتها انت معناتها الغريب انه يحصل معناتها في اضاي في مواد غذائيه معناتها وشركات معروفه ايضا والله انا حسب ما لاحظت ان الفيران قاعده تتراقص في المؤسسات العموميه تنجم تقول في المواد الغذائيه على المواد الغذائيه وتنجم تقول في كل مؤسسه ثم فاري ينقص ولا فاري موجود الفيران تنقذ والمشكله اللي هو تتبع في المؤسسات تبع الدولة الفيران تتراقص معناتها انت الساعه خلينا في الفار نتاعك انت انت الفار لقيته بالضبط في دابوزه زيت زيتونه ولا اي فار الحاكم قصدي فار في دبوز زيت الحاكم أيه. معناتها الفار تابع دابوز زي... لقيته في دبوز زيت الحاكم اي إيه الفار هو تابع مش عارف يا الحاكم حتى في الدبوزه نتاع الزيت نتاع الحاكم يا الحاكم هو الفار بتبعته في الحاكم يا هو الزيت في الدبوزه نتاع الزيت نتاع الحاكم يا الحاكم يدخل في, في الزيت هو نتاع الحاكم ما فهمتكش ما فهمتكش هو الفار تابع القيد تابع ده زيت الحاكم هو الفار تابع الحاكم اما مش عارف ما تديش الكذب اخوي راهو اليوم واسع خد وضعيك ما تديش الكذب يا الحاكم حتى في الزيت يا هو حاط زيت الحاكم يا هو داخل من الحاكم ما نعرفش عليه باهي خلينا بشويه مع بعض انت اتصلتش معناتها بالسلطات المعنيه باش خاطر هذا استهتار يسمى بمصلحه المواطن معناتها وصحه المواطن ويا مدراك راهو معناتها اتصلت مش ساكت ما نكذبش من عليك اتصلت ومشيت غادي وبارك الله فيهم قابلوني وحكوا معايا وفهموا إيه هزيت لهم على دبوس الزيت ولا هزت لهم والله هزت لهم الفار قلت على بالك يلوجوا عليا بالك ريشارشي بالك حاجه وهزيت لهم اما فهموني كل شيء تفهمت الحق نتاع ربي تفهمت اي معناتها شنو كان ردهم غادي كان معناتها قابلتهم انت غادي شنو كان ردهم بالضبط والله قابلتهم حكينا في الموضوع وشرحوا لي وكذاك ساعه تفهمت والحق نتاع ربي كنا ظالمينهم برشا ناس كي تسمع كيما هكا فار في الدبوزه تثير اشكاليات وكيفاش فار وكيفاش فار لكن كي تمشي وتظل على عين المكان ويعطوك المعلومه الصحيحه تاخذها من المصدر مو عادي ايه شنو هي ال 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 الحكايه بالضبط شنو وضح لنا والله باش نوضح لك ما فهموني غادي هذه قال لي في معناتها تتسمى مسابقه وطنيه جت على مش الولايات كل باش نكذبوا ثم ولايات كذا مسابقه شنو عاملين مسابقة مع عام الفار في الدبوزة كيفاش مسابقة؟ مثلا نقولوا هنا أنت مثلا تلقى مثلا الدبوزة تلقى مثلا خمسة في ولا تلمت خمسة في ريال يعطوك دبوزة زيت بليش ما فهمتش تلمت خمسة في في خمسة دبابس لا 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 خمسة دبابس يطلعوا لك فيهم خمسة فيران ريال تعطي الدبوزة ما يطلعلكش فيها فار أنت وزهرك إيش شنو تربح دبوزة, دبوزة زيت بليش زيت الحاكم تربح دبوزة زيت حاكم بليش معناتها هذه عاملين على الخبز زاده ولا في, في لا لا لا, 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 لا بتاع الخبز هذيك حكيت معهم في تسرق قال لي هذيك مسابقه اخرى معناتها ماهيش تابعه بتاع الزيت وحدها بتاع الخبز لا يعني معناتها كل قطاع واحدة عامل مسابقة قلت يا راني كم جيت قلت قلت لها يا امي لقت حنش في السميد واختي هاي كيف كيف تلقى فار كيف واختي قال لي لا طلع الفار بتاع البقات في الخبز قال لي الفار نجم يدخل الفار اما عندك جيران نتاع حك طماطم قال لي لا كل مسابقة راهي وحدها مش شكشوكة كل مسابقة وحدها معناتها كل مسابقة معناتها تختلف تو في الزيت مثلا يعطوك دبوزة زيت في الطماطم لا انت قاعد تمتع كيكو انت كيلو يعطوك يعني رطل تاخذ حقه ما رطل اي انت ما تشوفش هذا استهتار بالامن الغذائي ما معناتها بتاع المواطن ما معناها امن الغذائي بتاع المواطن يعني معناتها صحة المواطن ما تشوفش استهتار هذا بصحة المواطن من الدولة. يا ودي يا راجل خويا أنا صحة وأنا أمن غذائي، الدولة تو قاعدة تستورد في السرطان، تو يا رسول الله جماعة الكونسير الله يشفيهم، مرضى وما يلقوش الدوية وهم مسايبين ما يستوردوا لهم الدوية ويستوردوا في السرطان والقمح المسرطن معناتها انت تشوف انه صحه المواطن ما عادش عندها حتى قيمه المواطن ولا ما فهمتش خال باقي عودي فيها صحه المواطن يا اخي نتكلموا ولا نسكتوا يا ودي برا تل ترات والله العظيم حتى القطات عافتها يد قال صحة المواطن المية هابط من السباله نات ما يشمش يا رسول الله تقولش عليها نفخ فيه كلاس القشباطي ولد عمي تكلموا ولا من المتعدية بها ويتقطر بالمية والذبين والنموت وريحتها تنشأ ها ولا البطوارات تشوف البطوارات يضحوا فيها لا طبيب لا فرم لا حتى شيء وحال لا صخ وتعيف يا رسول الله وانت تقول صحه المواطن تو طيب هذه اخر طلعه معناتها انت تقول معناتها كيفاش معناتها اذا الدوله ما شافتش الشيء هذا كيفاش ما تهجمش علينا الفيران وما تهجمش علينا معناتها بالطبيعه يا ودي فين هذا كله والفيران تحبها ما تهجمش يعني معناتها انت تو صورت لنا المشهد كنه قاتم برشا معناتها ثم زاد مراقبه صحيه مو تصور ما ثماش مراقبه صحيه يا ودي وين وين المراقبه الصحيه؟ وين تشوفها فيها المراقبه الصحيه وين تشوف نقول لك امي قد حنش وتقول لي مراقبة صحية كيفاش تخلى الفار كيفاش تخلى الدبوس كيفاش تخلى الدبوس ايه فعلا معناتها السؤال محير معناتها احنا توش كيفاش باش نراقبوا معناتها لا لا والله نتكلم بصراحة خش شو نراقبوا نراقبوا السميد نراقبوا الدبوزة مش نراقبوا اخي مش نراقبوا نراقبوا الفار ايه الفار وين تشدة وين متشدة الفار هاو تخلف في الدبوزة هاو نقد الخبز ايه نرجعوا للدبوسة نراقبوا الدبوزة ولا نراقبوا الفار تمشى نراقبوا الفار ولا نراقب الحاكم ايه الفار تو دخل في تعال نتاع إيش الحاكم ايه شكون انت نشدوا الفار هادي شي باش شدوا الفار يا رسول الله يا اخي شدوا الفار ولا نراقبوا الحاكم يعني شكون باش نراقبوا هني الفار وين هو الفار هاو نقص الخبز ايه مدعم الخبز ايه كان في الزيت المدعم هو الفار كان في الزيت المدعم نقص للفرينه المدعمه عاد واضحه هاي واضحه عاد الفار هاد طلع مدعوم طلع إيه الفار طلع مدعو. ايه منين كيفاش باش تشدوه هني الفار؟ تو الدولة مش تحبس بتشد الفار. هنا إيه نشوفوا نعم كيفاش الحاكم يشوف الفار ولا الفار يشد الفار؟ ولا نشوفوا نعملوا الفار يشد الحاكم. ايه تو ما فهمتكش معناتها توضح لنا أنت تو الفار كي لقيتها في الدبوسة علاش ما سلمتهاش للحاكم؟ يا أخي نعرف ليه أنا يا بوها الفار نقعد نتبع في الفيران نية تتناقز علي، حتى اللي بتاعت هيد قطعت هاي تقطعت باي شكرا ليك من غير ما تنرفز روحك يعطيك الصحة نشكروك بالله على الاستضافة هذه وعلى هالحوار الشيق بالعكس أنت ضيفتنا وضيفتنا على قهوة أي تفرض اشرب قهوتك اشرب قهوتك يعطيك الصحة شكرا وخيال وخيال خيالو شنو شو, شو؟ هذا؟ أحسن لك من مالله ظهر عندك شنو هي هذه بالقهوة رتالة رتال رتال كول كول من خا ما الله زهر عندك